السلام عليكم. راح ناخذ مكمن فوليومتريك حتى نشوف شلون يكون سلوك هذا المكمن بانخفاض الضغط. راح يدرس الكتاب في المكمن اسمه كيلي سنايدر فيلد، حقل كيلي سنايدر، اللي هو كانيون ريف ريزرفر. للتنويه، ريف جيولوجيا شنو معناته؟ اذا تشوفون البحار، البحار اكو بيها منطقة تكون بيها مستوى قاع البحر يرتفع، الصخور اللي موجودة هنا اكو نباتات مثل المرجان هنا تنمو لسبب قربها من الانارة الشمس توصل والى اخره، فتكون نوع من الصخور اللي هي تكون لايمستون، وتكون بيها تشققات هواي عادة، يعني permeability عالية بس البوروسيتي مالتها قليلة غالبا. ما اللي راح تشوفون هنا أنا بالبيانات نعطيكم البوروسيتي للصخرة فقط 7.7%، يعني البوروسيتي جدا قليلة. زين، اذا عندنا هيك مكمن، هذا المكمن بالسلوك اللي شافه انه من انتج صار بي انخفاض جدا سريع، very rapid decline in reservoir pressure. هاي واحدة من اهم دلائل انه المكمن هو volumetric. ليش؟ لانه المكمن الفوليومتريك اول ما ينتج، من ينتج فقط يصير، يعني من يصير انخفاض بالضغط، شنو اللي راح يجي مكان هذا النفط اللي دا ينتج؟ ماكو اي شيء ياخذ مكانه، مجرد النفط نفسه يتسع بحجمه. وتعرفون انه الموائع ما بيها قابلية اتساع بالحجم كلش هواية، فيصير شنو؟ انخفاض سريع بالضغط. لهذا السبب تشوفون انه المكامن الفوليومتريك على السريع يصير بها انخفاض ضغط. زين، هسه المثال ايش راح يحللنا؟ راح يحللنا هاي الاشياء. اول مرة يريد ان يشوف الريكوفري فاكتور لحد بابل بوينت بريشر ايش قد راح يكون، علما ان المكان الفوليومتريك من تنتج بالبداية فقط عدا ليكويد اكسبانشن، ما عدا اي ميكانيكية اخرى للانتاج، مكان الفوليومتريك تتكلم، واضح؟ ثاني ملاحظة انه الريكوفري فاكتور من يوصل الى ضغط 1600 ايش قد راح تكون بهاي النقطة، من راح نكون جوا البابل بوينت بريشر، يعني من بابل بوينت بريشر لحد هذا الضغط اللي مذكور، الميكانيكية المنتجة هي بعد اكثر شيء، اكثر مما تكون ليكويد اكسبانشن، هي الغاز اكسبانشن، اللي راح يصير عندي فقاعات، والفقاعات راح تزداد بالمكمن وراح يزداد حجمهن، فاذا الريكفري فاكتور راح تكون في هاي النقطه. زين، ثالث شيء نريد نلقى فد علاقه ريليشن فور ذا اويل ساتوريشن از ا فانكشن اوف، نريد نلقى علاقه لتشبع النفط شلون ده يتغير بالمكمن اعتمادا على ريكفري فاكتور اس دبليو اي بي او بي او اي. زين، يعني علاقة لتشبع النفط as a function of هذني الباراميتر. رابع شيء، آخر شيء، determine the gas saturation. رابع شيء يريد من عندنا نحصل تشبع الغاز في هذا الضغط. زين، المطلب الأول، المطلب الأول نراجع المعادلات. المعادلات مثل ما عرفنا الريكوفري فاكتور هي للمكمن ما دام هو volumetric under saturated يصير بي تي ماينس بي تي اي على بي تي، بما أنه احنا فوق البابل بوينت بريشر بي تي وبي تي اي نفس الشيء، صحيح؟ العفو، بي تي وبي او نفس الشيء، يعني بي تي هو بي او، بي تي اي هو بي او اي، صحيح؟ زين، خلينا نشوف البيانات. البيانات اللي منعطينا اياها هي عباره عن بيانات تتعلق بالبي في تي للمكمن، للموائع المكمنيه، يعني بريشر بي او، بي جي سولوشن غاز اويل ريشيو، او بي تي، صحيح؟ فاذا عد ضغط احتاج عد انيشال بريشر هو البي تي 1.4، بتلاحظون انه بي تي نفس بي او ما دام احنا فوق البابل بوينت بريشر. وعد البابل بوينت شنو؟ عد بابل بوينت هو شلون اعرف البابل بوينت وين؟ ما دام ما عندي بي جي هنا، انا ما معرف اي بي جي، بمجرد ما يصير عندي تعريف للبي جي معناته هذا هو البابل بوينت، يعني بابل بوينت 1725، اذا بابل بوينت بي او يكون 1.450 او هو نفس بي تي، صحيح؟ فاذا بكل بساطه راح نحصل ريكفري فاكتور 1 ماينس بي تي اي على بي تي، نحصله راح يكون ريكفري فاكتور حوالي 1.8%، يعني اقل من 2%.
زين، علما انه الضغط ايش قد انخفض من 3000 لحد 1700، يعني حوالي الضغط صار نصف، بس ايش قد من المكمن انتج؟ فقط 2%. واضح هذا معناته شنو؟ معناته الليكويد ميكانيزم جدا ميكانيكية ضعيفة وكلش تنتج كمية قليلة. بما انه الفيديو راح يصير مطول راح اقطعه واكمل الخطوة الثانية بالفيديو الجديد. شكرا.